الطبيب المختص هو دكتور حنين أبي نادر، طب عام ووقاية، يلي رح يحكينا أكثر عن فيروس كورونا. صباح الخير دكتور. صباح النور، كيفكم؟ الحمد لله، أهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا نبلش هيك من البداية، يا ريت هيك بتعطيني تعريف وتقلي شو هو فيروس كورونا. يمكن يلي بيعرفوه الناس إنه هو جريب، ولكن جريب عالي يعني قوي كتير، هل هذا نعم، هلا الشيء هو صحيح أو نعم لا؟ هو تفضل. حقيقة كورونا موجود من قبل، بس هلا الفرق انه عميل مثل ميوتاسيون، اي تغيير جيني، وصار عم بيكون اقسى، عم بيبين على الناس طريقة رشح قاسية. نعم حقيقة ما في شيء بدا يعني للخوف مثل ما نحن عم نخاف، لازم نحن اوكي نتوقف، بس عم نخاف كثير. هيدا يمكن الكورونا لأنه سمعنا بحالات وفاة، وبالصين يعني صار في حالات وفاة كتير كبيرة، يمكن لهيدا السبب. صح، عند الناس اللي كتير بالعمر، عند الناس اللي عندها ربو، بتدخن، عندها سكري، بطبيعة الحال وصلت الوفيات لل2%. يعني إنما بعد هول الناس إنه أي جريب عادي ممكن إنه يوصلهم لوفاة، يعني ما إنه هو الانفلونزا بيقتل بالشهر أكثر بكثير ما بيقتل الكورونا، إنما بطبيعة الحال على طول لما يكون في فيروس جديد بعد ما بنعرف نتعامل معه بصير في حاله ذعر، وكلنا بنتذكر السواين فلو صح بال2009، يعني كمان نعم عامل مثل الكورونا بال2010 صار ضمن الجريب العادي، نعم نعم وهدول بيمتدوا من كانون عم نحكي تقريبا قضاء نيسان. طيب دكتور، يعني فينا نقول انه عن ولا هو بيبين كجريب؟ هو نوع من الكورونا كان موجود، عمل تطور. اوكي، يلي هلا عم ببين عند الناس هو مثل جريب، يعني رشح ووجع راس وهيك. اوكي، انت حضرتك رشح وجع راس، فينا نزيد السعلة، سعلي. اوكي فينا نزيد ضيقة النفس، كمان بيعمل وجع مفاصل، ما ننسى انه بيضرب الكلى، اوقات بيعمل مشاكل بالكلى. مظبوط، دونك في اشياء كمان شوي بتميزه اكثر عن غير فيروسات، في الحرارة كثير مهمة، الحرارة المرتفعة افكار، و نعم اكثر شيء بتضل التعطيس والسعال. نعم قلت ذكرت حضرتك قبل شوي لما حكينا عن حالات الوفاة، قلت لي هن الأشخاص اللي مصابين بالربو، يلي عندهم مناعة واطية يعني، ويلي عندهم صح، يعني مشاكل هن صحية. المعرضين، لانه بتعرف حدث الكورونا، بتقول معلومه على الراديو جديد للمستمعين ما بيعرفوها، الكورونا فيها تصيب شخص وما يكون عنده اي عارض، بينصاب فيها بدون اي عارض. في حالات ناس انصابوا اوف، بالكورونا وكانت بوزيتيف ما في اي عارض، هي كثير مهمه الناس حتى تعرف. لما بتتطور، يعني هني بيقولوا او حسب ما سمعنا، ما بعرف بدك تصحح لي حضرتك، انه في حال شخص كان مصاب بكورونا ما بيبين عليه دغري، بده 15 يوم لحتى يبين اوكي عليه، يعني لانه هون ما اوكي بيكون في عوارض او شو. ذكر، في شيء اسمه انكيبيشن بيريد، اي يلي هي الفتره يلي من وقت ما بيلقى الفيروس لبدي يبلش العوارض، هي بتمتد من اليومين لل 14 يوم، دونك من اليومين لل 14 يوم. هلا هون المشكله، اذا لقى الفيروس ما عنده اي عارض في ينقلها للاخر، صح؟ وبالتالي بيبعد غيره وهو بعد ما بلش العوارض عليه. هيك بتصور، هي ولهالسبب في حدثت هلا عم يحطون 14 يوم isolated، صح؟ بيعزلون. طيب دكتور، هي يعني لما بيلقط الفيروس ما بيبين عليه العوارض الا بعد 15 يوم، يعني بعد لا 15 هي يوم بده بتمتد، يبلش يبين، ولا ممكن ما هي يبين الفترة حتى بعد بتمتد، 15 يوم؟ لا هي الفترة بتمتد من يومين ل 14 يوم بيبلشوا يبينوا. على يبل شوي يبينوا. نعم، وبهذا الوقت ممكن يكون عم يعدي اكثر يعني ناس هلا نحن تاني. بلبنان تحب طمن الكل، لانه الاسئله كثير عم تسال نفسها كانت على الفيسبوك، انه ما عندنا شيء الفحص بلبنان، عندنا اياه ببلاش، موجود ببيروت الحكومه، بمستشفى بيروت الحكومه، هو فحص بنعمل بي سي ار، هي نقطه مهمه. بنحب نقول انه اذا بتحب حضرتك نحكي عن الوقايه شوي. يا ريت تفضل. اوكي، خلينا نقول انه كلنا صرنا نعرف وسهله جدا، اكثر شيء من غسل ايدينا، بحب زيد هون اكثر من 20 ثانيه، يعني بدها تكون غسل ايدين اكثر من 20 ثانيه، ذكر؟ ما كثير في زوم نسلم او نبوز حدا اذا عنده رشح عادي، لانه كمان ما بدنا اياه يعدينا بالانفلونزا، حتى اوكي لو ما عنده كورونا ما بدنا ننعدى بالانفلونزا. ننتبه اهم شيء من اي بلد شيء، اذا واحد بيقول لك انا جاي من الصين،
بتصور انا هيدا اهم شيء، اهم سؤال، من وين انت حدثك جاي هلا من اي بلد؟ هيدا بتضل بفرق الكورونا عن غير اوبئه البلد اللي نحن جايين منه. طيب دكتور، هيدا الكمامة اللي بتنوضع، هل ممكن انها فعلا تخلي الشخص انه يتوقع من انه يلقط فيروس؟ اكيد اكيد الكمامة بتلعب دور كبير، لانه بالنهاية مثلا كورونا هي دروبلت، اي بدها تكون عندها مثلا عليها انفيرونمون مناسب. فإذا إذا الواحد سعل صح واجت على مسك الباب، بدنا نقول حط إيده على مسك الباب بعد ما سعل على إيده، الشخص الآخر حط إيده برجع حط إيده على منخوره، كمان بتمنع هالإير دروبلت بتمنع يفوتوا من تم أو من منخور، وبالتالي أكيد رح تحمي. بس بالهواء في حال عطس، لنفترض بالهواء نحن بعيد شوي عنه ما بننقط. أول شيء الإنفلونزا بعيش أقل بالهواء، الكورونا بعيش إذا عطس بالهواء، بيقولوا هلا في دراسات عم بيقولوا عن كورونا 10 دقائق رح تضل بالهواء، يعني إذا واحد عطس بكوريدور سهرنا قطعنا بخلال 10 دقائق بعدهم بالهواء، إنما فيها تعيش كورونا خمس لحدود الخمس أيام بالهيدا. هلا قدرنا نكون بعيد عنه مثل 3 أمتار للشخص المصاب. يعني في لزوم برأيك، برأيك الشخصي أو برأيك الطبي انه نوضع كلنا كمامات؟ لا حقيقه لا، يمكن على المطار اوكي بيضلوا اجراء منه عاطل، يمكن انا كطبيب اذا طلبوا مني مثلا فوت افحص مريض عنده كورونا بقص علي كل هالامور اكيد. اذا انا مسافر على بلد مع انه هلا مش محبذة مثل ايران او الصين، كمان لازم اعملون هالاجراءات وحط الوقايه، انما شخص بلبنان ماشي بمول أو ماشي بمحل، لا أكيد ما في لزوم حقيقة تاني يحط أي شيء. يعني ما في لزوم لهيدا الهلع وحالات الخوف اللي عم تصيب الناس. أكيد لا، نحن بنعرف لبنان كل سنة جديد، جمعة جمعتين وبعدين. أتذكركم بالسواين فلو، يعني كلنا بنعرف 2009 كيف ضربت، صح؟ هي وستارز وكلهم. نعم. من هي شو صار مع الوقت؟ صارت حتى حبة الأسبرين بتأدي لوفيات بالشهر أكثر من كل هدول مذكورين يمكن كسواين فلو و نرجع نقول انفلونزا A و B. نعم. عملوا وفيات أكتر بكتير 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 من الكورونا بالعالم. نعم. وبالشهر بسجل حالة وفيات من الانفلونزا أعلى بكتير. نعم. طيب دكتور، في عندي بس هيك سؤال ما بعرف إذا هو صح، بس برغم هلأ تقدم الطب وبنعرف قديش هيدا الطب متقدم، معقولة بقى لحد هلأ ما نوجد دواء لمكافحة كورونا؟ أنا ذكرت على مقال على الفيسبوك إنه في الدواء اسمه فابيلافير، هذا بعده تحت الدراسة. تعرف حضرتك الدواء اللي بلش ينباع اللي نعمله دراسات بلش على الحيوان، بعدين بعد ما بلش على الحيوان شوف الأساس المنبار تبعه أي العوارض، نرجع ننقله للبشر. فإذا هذه أمور بدها وقت، ولهذا السبب ما بنعالج نحن الكورونا مثل الرشح العادي، وبالتالي حتى الفاكسان بده توقف المواطن. اليوم نحن صعب الأطباء بالعالم قد ما يكونوا متطورين يقدروا يلاقوا علاج هيدا سريع فعال، بيقدروا بس بيقدروا يعملوا يخففوا من هالتبدل انتشار الفيروس حاليا. هذا اللي بيقدروا يعملوه، لانه بتعرف حدث الفيروس بينتقل من الحيوان للحيوان، بعدين بيعمل ميتاسيون بتحول الى الانسان، بيلقطوا الانسان. فبالتالي قد ايه بدها الامور دراسات اولا على الحيوان لشوف عوارض الدواء وبعدين ننقلها على الانسان. يعني فينا نقول انه هلا موجود الدواء ولكن بعده عم بتجربه عم بتصير على الحيوان قبل ما صراحه بلشوا تجارب. بس هلا كل اللي عم بيعملوه الحكم عم بيعمل شيء اسمه سبورتيف تريتمنت، اي عم بيدعموا عم بيساعدوا المريض ان كان بالمصل ان كان بالبنادول ان كان بهذه الامور. ما ننسى انه وفيات ما تخطت 2.5% من جراء الإصابة بهذا الفيروس، داكور؟ وبالتالي بدنا ننتبه. هلا في كمان معلومة كثير مهمة تحب أذكرها لحضرتكم، معلومة ثانية كثير مهمة لما يدهمنا الوقت. عندك بتعرف حضرتك الكورونا مثل الرشح بيناسبه هلا الحرارة، صح؟ نعم. بكرة مع حرارة الربيع بتخف كثير نسبية انتقال هذه العدوى، يعني حرارة 26 وطلوع لا تناسب فيروس الكورونا، ما بتناسبه.
بتقتله يعني ممكن. نعم او بتخليه ينتشر بنسبه كثير اقل. كمان شغله ثانيه عم نشوفها كلنا سوا عم باشاعات انه اليانسون بينفع وبينفع. اكيد بهالحالات حيلا سوائل نشربهم بينفع لحيلا فيروس، انما مش بالاخص اليانسون، هن ركزوا على اليانسون لاسباب، انما عم نحكي طبيا حيلا سوائل سخنه بحيلا فيروس هي نشاط لجسم. اوكي، يعني فينا نكتر من السوائل على صحه السلامه. صحيح، والرياحه والمطر وادويه الحراره وهدول بتصور اهم شيء والمتابعه. يعني اليوم حدا صار عنده شويه مشاكل بالروايه يمكن نضطر نحط له اكسجين، هذا الشيء بنسميه سبورتيف تريتمنت. كورونا ممكن تعمل فشل كلى، كمان نحن بنتابع موضوع الكلى. بقى طبيعه الاحوال ما لازم نخاف. انا طبيب وبقول اذا هلا دقولي قالوا نزل فحص مريض كورونا بلبس حالي الاجراءات الوقائيه وبنزل بفحصه، بس لاقول للمستمع انه ما تخافوا هالقد من هذا الموضوع. نعم. طيب دكتور، بتنزل بتفحصوا لتعطوه اي نوع من الادويه طالما ما في بعد الدواء اللي هو خاص لهذه الحاله؟ كانوا بيعطوه للانفلونزا، نعطى كثير انتي فايروس وميفير وكثير اشياء نعطت للانفلونزا. في كثير دراسات هون ضاربت الدراسات عن بعض الفيروس الجديد ما لحقوا يعرفوا، بتقري هلا حضرتك كثير بيقولوا انه فاد عن بعض الناس. نعم. ذكرت؟ نعم. انما الموليكيول اللي انا ذكرتها من شوي فافيت لافير بعدها لهلا منا موجوده بالاسواق، وبعد الاف دي اي ما نزلتها وما قالت انه هي علاج كأنتي فايروس للكورونا. نعم. هلا في كثير ناس ممكن يكونوا مقربين، يعني ما ضروري انهم يخافوا كثير، يعني يفتكروا حالهم انه هن هلا كورونا، ممكن يكون جريب عادي. صح. لان احنا بفصل الشتاء وكل العالم بتقرب. انا بالعياده بيجيني كثير ناس بقدر اعرف دور انه عنده انفلونزا، وهذا الشيء بيطمنهم، لانه انت اليوم لما تقولي له لمريضي بخلال نص ساعه عندك انفلونزا بيطمن راسه انه منا كورونا، انما حتى لو عنده انفلونزا ليش بده يعطي حد غيره؟ انا مش لازم خاف من غيري عم بعطي لانه عنده كورونا، لازم خاف لانه حتى لو هي انفلونزا انا ما بدي يعطيني رفق. صحيح. بطبيعه الحال المضحك هلا انه كل الدراسات فرجت انه بلشت الناس تلقط الانفلونزا اقل لانه عم تتوقع من الكورونا، صارت عم تتوقع من الانفلونزا انديركتومون. نعم. صار عم يلقطوا انفلونزا اقل. صحيح. لانه خايفين من كورونا. بقى الكورونا فادت انه اقل ناس عندهم انفلونزا انه بلشوا يخافوا من الناس اللي بتعطس، لانه قبل بنشوف كلنا واحد عم بيعطس بلبنان بنحب كثير نتباوس ونسري مع بعض، ما في كان لزوم هالقد بنحب نعبر على عواطف. دكتور نحن ناس عاطفيين، عم قول بنحب نعبر عن عواطفنا بهيدي الطريقة. هلأ بليها هيدي الفترة ايه انه اذا واحد مرسح هو لازم يعتذر مني 100%. يعني هم نطلب من كل واحد هو مجرب هو يعتذر من الناس ما يسلم عليهم، هو ما يساعدنا بانه يضل بس عنده بس ما تنتقل. نعم دكتور، يعني نحن عنا هلا بلبنان صارت موجودة الطرق اللي ممكن من خلالها يفحصوا إذا شخص موجود معه كورونا. أكثر شوية بس حضرتك عم تسأل إذا عنا الإمكانية نفحص للكورونا. نعم. أي أنا مثل ما ذكرت من شوي ريفرس ترانسكريبت تيست بي سي آر فحص بنعمل ببيروت الحكومي الفورستري ببلاش. انا نسقت بهذا الموضوع مع مستشار وزير الصحه دكتور اسمه عبود وجاره تحيه، نسقنا كثير انا وياه بهذا الموضوع. نعم. كيف فينا نعمل توعيه كبيره انه الناس تعرف عن الكورونا وكيف يعمل فحص ببلاش. اطلقناها الحمله من خلال بسامي شلب انتلياس، وصراحه الناس بلشت عم ترتاح انه ما يفكروا لبنان متخلف طبيا. لبنان اقوى بلد بالطب بالدول العربية، وبالتالي أكيد لبنان عنده الإمكانيات يضبط الكورونا من خلال وزارة الصحة. نعم. وعنده الإمكانيات أنه يكشفها. وعنده الحكمة كلهم من infectious disease لحكمة العيال والإنترنال والعام وكلهم قادرين يعيشوا هذا الموضوع بالتعاون وقادرين. يعني أنا عندي تفاؤل كبير بلبنان. نعم، بس ليش ما عم بيصير هيدا الفحص بشكل جدي على المطار لما عم يدخلوا المسافرين؟ أوكي، أول شيء نظراً ل كلفته ونظرا للوقت ونظرا لانه ما في هجوم اوقات تعمي الا عندي يكون عنده حراره، فبالمطار مثل كل مطارات العالم على فوق خلينا نقول، يعني الاجراءات اللي اخذها مطار بيروت هي نفسها الاجراءات اللي اخذتها المطارات الاخرى. نحن بلبنان شو عملوا؟ صاروا ياخذوا حراره وحيلا واحد يطبل عن الثاني انه في سعال وفي ضيقة نفس وفي سنيزنج اي عم بيعطس، انه لا هيدا بليز انتبهوا له اكثر، اوكي بنصيروا حمر وهيك. شو صار؟ صار هودي الناس حطوا على جنب
السكر وبتاخذه لفحص البي سي ار. فحص البي سي ار بده مستشفى، بده لابوراتوار، وبالتالي ما فيك تعمله بمستشفى بيروت نظرا للحكيم اللي بيكون موجود باللابوراتوار وبالمستشفى، اللي هي فحص البي سي ار. ما فيك تحكي بكذا محل بدك تحضر، صحيح؟ دونك اللي صار انه هود الناس بس بتاخذوا على هذا الفحص. يعني قصدك تقول لي انه مش كل الناس اللي مصابين بال ممكن يكون عندهم هيك حاله ممكن ينعزلوا، لانه القصص تاخذ وقت لحتى يطلعوا لفحوصات وهيك، مش هيك؟ بتاخذ وقت دغري من المطار على هذا الفحص وبيطلعوا وبنحطوا. ما ننسى كمان انه الفحص عم ينعمل بمستشفى عنده قوض، فما فينا اليوم تعمل فحص بمستشفى ثاني ترجع تقول له روح مستشفى. افضل تنعمل بمحل واحد هيدي المكنه تلحق على الكل، اللي تنعمل بس للي له الزوم نظرا للوقت والكلفه و و و وما تعمل كمان ظهر وبانيك وترجع. اذا طلعت بوزيتيف مثل ما صار بمستشفى الحكومه، اللي صار انه شخص طلع بوزيتيف نحط باوضه دكور، ونحب نقول هون ونحن تبعنا الموضوع من خلال الاصحاب بيعرفونا وبنعرفهم بحكموا تحت انه شخص كمان خلص من كورونا، بس هو اجباري ينحط 14 يوم بالعزله لو شو ما كان، حتى لو ما بوشي بينحط 14 يوم معزول بأوضة تمام للآخرين. دوك هي نقطة كتير مهمة إنه عملناها بمحل مش نحن بالأحلى، بطل الاثنين وتركوها بنفس المحل يلي فيها الفحص بوزيتيف أي عند الكورونا. هي كانت مصابة بكورونا ولا كانت مجردة؟ لا، هي طلعت فحص كورونا بوزيتيف، كان عندها بعض عوارض الكورونا، بعض عوارض الكورونا. كان جاي سيارة من إيران. أنا أسمي شوي أهم شيء بالإحتواز إنه يكون شخص جاي من بلد فيه كورونا، هي كتير 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 تنفع. لانه انا بالنسبه لي حيالله واحد جاي من بلد موبوء نوعا ما الى حد ما، بعد ما اعلنوها دبليو اتش او انه هي وباء، بعد انه ما اعلنوها شيء، بس انا قصدي انه اجت من بلد ومرشحه وهذا البلد فيه كورونا، خلص اذا كورونا انتسوف انذر وايز، خاصه بالطيران وعلى المطار. يعني هي اكثر شيء اللي فيه وباء هن الصين وايران، فينا نقول الصين ايران، شفنا هلا ساوث كوريا وايطاليا فيها حالات كثيره كمان، شفنا ايطاليا. نعم نعم نعم، شفنا كمان يعني اكيد اكيد امريكا حالات بتنعد على الاصابع نظرا لعدد سكان امريكا. نعم. اكيد عدد الاصابات بامريكا ضئيل جدا نظرا ل 300 مليون امريكاني، انما بتصور هلا الصين ووهان بالصين هي اكثر وحده، وعندك ساوث كوريا صح، وعندك ايطاليا هلا اخر شيء كثير عم تاخذ ضجه. شفنا حالات بعمان صح امبارح بالكويت لاول مره، في عمان حالتين، بالكويت حالة، بلشنا عم نشوف بالدول يعني المجاورة حتى. نعم حتى بلبنان يعني فينا نقول انه عنا بس حالة واحدة دكتور؟ لا هلا وزارة الصحة يلي هي الوحيدة حقيقة المخولة يعني تعلن عن حالات، قالت حالة واحدة، حالة واحدة وتم السيطرة عليها مثل ما ذكرت قبل شوي. صح. نعم يعني صراحة الواحد لازم يخاف يعمل حادث شاذ اكثر من مخاف من كورونا. انا قصدي ركزوا ما تخافوا، لانه عم نشوف اليوم ناس عم تعمل تنيك، عم بتخاف، عم بتسوق برعب، عم بتضل محمومة. لا، أنا كل هدفي إنه بليز ركزوا أنتوا عشركم وما تخافوا أكثر من اللزوم، هذا الشيء عم بيأثر على عقلاتنا وعم بيخلينا نصاب بقلق، والقلق عم بيعلي لنا السكري. يمكن القلق من الكورونا عم بيأذي أكثر من كورونا بحد ذاته. صحيح، وعندنا فيروسات بلبنان يعني إنه هي أقوى بكثير من كورونا يعني. No. يعني يعني هلا ساعات حدث تخطينا 15 فبراير الانفلونزا ببلش ينزل نزول نعم كثير نعم في الدافع وعم نقرب على الربيع، الفيروسات كثير الموجوده نعم رح تخف. وانا من سنه كنت عندي مقابله على التلفزيون قلت انه في اسهال من وراء سميت فيروسات من وراء سميت كورونا. كورونا الوقوف حكي عن كورونا بوقتها، خليني ارجع اقول كورونا موجود صار له اكثر من 50 سنه، يعني كل الناس والكتب الكاتبه عن كورونا لا مش كما شو هو عمل، بس طفره جديده، عمل تطور الأحرى جين ميوتيشن واجا بطريقه اشهر. طب ما بقى حدا يقول انه شفت بكتاب حكي عن كورونا من قبل وقبل قبل، فنحن بنعرفها موجوده من قبل. نعم. وغيرت هي بكل بساطه. نعم. دكتور بختام هيك حديثنا حول فيروس كورونا، هيك شو بتقول كلمه اخيره للمستمعين اللي عم يسمعونا؟ اول شيء ان شاء الله يكونوا استفادوا من المعلومات. حقيقه اذا حدا عنده بعد اسئله بيقدر على الفيسبوك، بحب حنين ابيض بيقدر يسالني اذا انه اكيد بنجاوب ومساعده بعد. في كثير ناس عندها اسئله عن الموضوع. نعم. قريبا رح نبلش نعمل توعية، نبرم على كثير مطارح ونحكي عن كورونا بسلايد شو. وانا بحب اتشكرك، بحب اتشكر اذاعتك الكريمة، وبحب اقول للكل انه بس يشوفوا حدا ساخن على كل الاحوال preventive measures يتركوا بينهم وبينه، اذا بدك مسافة
حتى ما ينتقل اي فيروس مش ضروري الكورونا اي فيروس. نعم دكتور حنينة أبي نادر طب عام ووقاية بدي أتشكرك كثير على انضمامك لنا وعلى هالمعلومات اللي قدمت لنا إياها. شكرا كثير حضرتكم. أهلا وسهلا فيك.